الرحيم. بالنسبة للامتحان اللي انتوا بعتينه، قال له يعتبر امتحان تجريبي TOC 2019. أول سؤال بيقول لي which of the following responses best summarize the relationship between volcano, large earthquakes and tectonic plate. السؤال ده مرتبط عندي بمعلومة بتقول لي ان السبدكشن زون هو السنتر بتاع الفولكينو والإيرثكويكس. السبدكشن زون بيحدث فين؟ عند الايدجز بتاعت التكتونيك بليت، especially لو كانت الايدجز ديت بين اوشانيك بليت وكونتيننتال بليت. تمام، يبقى الإجابة عندي صح. بس لما نيجي نناقش الإجابة نمبر ايه، بيقول لي فولكينو بيحصل على الايلاند والإيرث كويكس بيحصل على الكونتيننت. الكلام ده طبعا مش مظبوط. نمبر بي صح، مفيهاش جدال. طب نمبر سي بيقول لي ايه؟ فولكينو mostly occur in the center of tectonic plate. لا طبعا هي بتحدث على الايدجز، يبقى سي غلط. نمبر دي فولكينو واللارج earthquakes and the tectonic plate are not related. لا هما related. يبقى المعلومة عندي بتقول لي ان السبدكشن زون هي السنتر بتاع الفولكينو والايرثكويكس. لو احنا افتكرنا الليرنينج اوت كام الاولاني لما جينا نشرح، جبنا لكم الماب او اللوكيشن بتاع الايرث كويكس والفولكينو، وجبنا الجلوبال ماب الخريطه العالميه، وقلنا لكم اعملوا لها بلوتنج، طب وصل الايرث كويكس، طب وصل الفولكينو، طب النهايه قدرت احدد الباوندري بتاع التكتونيك بليت. تمام، يبقى السؤال رقم واحد ده سؤال عجبني جدا اللي حطه فنان. طب نيجي للسؤال رقم اتنين، بيقول لي which statement best describes the formation of extrusive igneous rock. extrusive igneous rock ده grade 10، بيتكلم عن الروكس. extrusive يبقى عملية السوليديفيكيشن والكريستاليزيشن حصلت rapidly لما حصل touching للووتر او الاير. يبقى انا كده استبعدت سي ودي، يبقى انا الاجابه ايه؟ هي بي. نمبر ايه بيقول لي ماجما سوليديفايز رابيدلي ريزالتنج ان كلاستيك تيكتشر. ولاد وحبايبي كده ارجعوا، لما قلت كلاستيك تيكتشر يبقى قصدت الكلاستيك سيدمنتري روكس، الصخور الرسوبيه الفتاتيه، يبقى دي ما تجيش مع الايجناس روك. يبقى مفيش احتمال غير ان الاجابة الصح هي نمبر بي. طب ممكن اجابة بديلة؟ اشيل جلاسي واكتب فايل. طب ممكن اجابة بديلة؟ اشيل جلاسي واكتب فيسكولار، على اساس ان الاكستروسيف ايجناس روك يا جلاسي يا فاين يا فيسكولار. تمام، نروح لكويتشن نمبر 3. ولاده وحبايبي بالنسبه للكويتشن نمبر 3 ده ريليتد للايه؟ للماب اللي قدامي ده. الله، انا عايز استمتع بالماب اللي قدامي ده. دي ايسلاند دي اللي موجوده بين ايست يوروب ويست يوروب ونورث امريكا، فوق خالص دي جزيرة ايلاند. الله، طب ايه اللي في النص عندي ده؟ ده الميد اوشن ريدج. اللي ماشي فين؟ في الاطلنطيك اوشن. اللي لازم ابقى عارف فيه ايه؟ ان الريت بتاع الدايفيرجنت 2.5 سنتيمتر بري.
كل الكلام ده ما يلزمنيش، بس هي معلومات بنراجعها مع بعض. طيب بيكلمنا عن يانجست، يبقى كل ما قربت من الميد اوشن ريدج هي دي اليانجست بيدروك، هي دي اليانجست اوشانيك كراست او كونتيننتال كراست، وكل ما ابعد عنها يبقى هذه الاولدست. تعالوا نرتبهم، اصغرهم في العمر اليانجست بتاعهم هو السي، وبعدين البي، وبعدين الدي، وبعدين الاي. يبقى اليانجست بتاعهم هي مين؟ هي السي. طب السي هي اول ستريب؟ لو اول ستريب هتبقى نورمال بولاريتي، ده اللي هو الارقام الفرديه. لو ارقام زوجيه هتبقى ريفيرسد بولاريتي وهيبقى لونها ابيض. النورمال بولاريتي هتبقى يا بلاك يا جري. تعالوا نستمتع سوا بالسؤال الرابع. كويتشن نمبر 4 يا حبايبي بيكلمني عن الويند كاكسترنال فاكتور افكت الايرث كراست. الويند كاكسترنال فاكتور بيبقى له دينوديشن او ديسنتجريشن افكت، دلوقتي تاثير هدمي تكسير، وليه ديبوزيشنال افكت اللي هو التاثير البنائي. لو عندي هيتروجينيوس روك، يعني ايه؟ يعني صخور فيها الايه؟ فيها السوفت روك والهارد روك، هيحصل ايروجن، ديفرنشال ايروجن، تقوم تاكل السوفت وتفضل الهارد بارز البار. هتعمل لي حاجة اسمها مشروم فورم. طب اللي اتكسر هتنقله وتنقله في مكان جديد، يبقى بتعمل لها تأثير disintegration أو denudation effect وليها depositional effect. تعالوا نبص الإجابات بتاعتي. بقول له ويند كان بريك بتكسر، كاري تحمل وتنقل، دروب ترسم، النيو لوكيشن الجملة الأولانية صح ترو. نيجي للجملة الثانية، ويند كان بريك روكس، تمام، كان تكاري، لا هي كاري، ماشي، يبقى بي غلط. ويند كان كاري روكس اند دروب زم، بتنقلها وتنزلها في نيو لوكيشن بس ما بتكسرهاش، لا هي بتكسرها. ويند كانت بريك، لا بتقدر تكسر ولا بتنقل ولا تنزلها في نيو لوكيشن، غلط. يبقى الإجابة إيه؟ صحيحة 1000%. حبايبي نروح لكويتشن نمبر 5. الله جرافيتي سيرفي، الله عند سيديمنتري سيكشن وبيزمنت كومبلكس ركيزه معقده، مين الجرافيتي بتاعتها اعلى؟ البيزمنت كومبلكس. مين اللي هتشد اكتر؟ اللي عندها بيزمنت. مين اللي هتشد اقل؟ اللي عندها سيديمنتري كتير، ماشي. طب تعالوا نشوف السؤال عايز مني ايه. بيقول لي جرافيتي ديكريز وذ هاي دينستي اوف روكس، لا هي انكريز مع الهاي دينستي اوف روكس. جرافيتي ديكريز وذ لو دينستي اوف روك، طبعا لما تقل الدينستي الجرافيتي هتقل. جرافيتي ديكريز وذ ساتوريتد روك، ميبي عندي خلاف في رأيي فيها. في ناس شايفة ان الليكويد الدينستي بتاعته اقل من الروكس، لما هيبقى فيه ليكويد يبقى الدينستي هتقل،
ودي تتفق مع الإجابة بي وسي. وفي ناس بتشوف إن لو عند صخر وبقى ساتيوريتد إن الوتر ما خدش مكان الماتيريال بتاعه روك، ده خد مكان الفويد، خد مكان الهواء. طب هو أتقل من الهواء، يبقى هو هيتقلها، يبقى سي غلط، يبقى الإجابة بي. أنا شرحت لأولادي وحبايبي وجهة نظر دول إيه؟ وجهة نظر دول إيه؟ طيب شوف أنت مع مين؟ طب مستر أنا عايز إجابة محددة اللي هكتبها في الامتحان. أقول لك تقدر تاخد السؤال بالصورة تحطها في جوجل وتشوف المواقع العالمية مجاوباها إزاي. لما مر عليا السؤال ده وخدته وحطيته في جوجل لقيت ان الإجابة بي وسي، مع اني مش متفق معاه. سوليد روك لما بيحصل لها ساتوريشن بليكويد او بووتر، الووتر خد مكان الهواء، يبقى زود الماس ما قللهاش. ماشي. في ناس تانية تقول لي ان الليكويد اقل من الماس بتاعة الماتيريال، يبقى قلل الدينستي، يبقى الاجابة بي وسي. تمام. نروح لكويتشن نمبر 6. كويتشن نمبر 6 مش موجود معانا في التي او سي السنة دي. طيب عايزين نناقشه مع بعض. أنا عندي كتلة كبيرة من التلج عايمة على المحيط، ماشي، حصل لها ملت كومبليتلي، زودت وتر، إيه اللي هيحصل للليفل بتاع الأوشن مع إهمال الثيرمال اكسبانشن؟ مش هقول انها ليه، التلج لما يدوب هيقل في الحجم، لان لما بيتجمد بيزيد في الحجم. لما هلغي تأثير الكونتراكشن اوف سي ووتر، عملية انكماش المية، لو انا قلت ديت وقلت ديت يبقى اقرب اجابة للصحة the level of ocean increase. هتسألوني ليه؟ هقول لكم لما في جزء flat in water ده فوق السطح، لما هيحصل له ملت هيضيف المية، هيرفع سطح المية. واحد تاني هيقول لي مستر ما الزيادة في المية هتعادل النقص في الحجم لما هيحصل ميلتنج، يبقى ديت نجلكت ديت لغت ديت، لأن الاتنين هيبقوا متساويين في المقدار ومتضادين في متساويين في القيمة والإشارة بتاعتهم مختلفة، الاتنين هيلغوا تأثير بعض، يبقى الإجابة الصح سي، ودي الإجابة اللي أنا معاها. تمام. نروح لكويتشن نمبر 7. كويتشن نمبر 7 بيقول لي which feature is associated with continental plate boundary. continental plate boundary ما ينفعش تبقى subduction zone، لان السبدكشن محتاجه واحد هاي دينستي اللي هو الاوشانيك بليت ينزل تحت كونتيننتال بليت، يبقى الاجابه ايه؟ مستبعده. مونتين رينج، احنا خدنا ان الكونتيننتال لما يعمل كونفيرج او دايفيرج مع كونتيننتال بليت هيعمل لي جبال زي جبال الهيمالايا. ديب سيت رينج
لا دي اوشانيك مع كونتيننتال. فولكانو ملهاش علاقة. يبقى الإجابة الصح ماونتين رينج. نروح للسؤال اللي بعديه. كويتشن نمبر 8 بيقول لي أنا عندي 5 فاكتورز ديترماين هاو سويلز ديفلوب ار. بارنت ماتيريال الصخر الأصلي اللي هي جاية منه. قلايمة الطقس. ما هو ده اللي هيكسر لي الصخر. فيجيتيشن بتقلل تكوين الصويل، وان كان جذور النبات بتكسر برضه بتشتغل على الميكانيكال ويزنينج. لاندسكاب اللي هي الطبوغرافي اند تايم والوقت. انا شايفهم كلهم صح. نمبر بي انيمال. تمام الانيمال بتاثر. هيومس الدبال بيأثر في الصويل. وزر الطقس بيأثر في الصويل. فولكينو بيأثر في الصويل. ليتشنج اللي هي عملية تحول بتأثرش في الصويل. يبقى بي مستبعد. صن ممكن. انيمال ممكن. هيومس ممكن. ليتشنج وإيرثكويكس ملهمش علاقة. واللي تحتها ميتامورفيزم ملوش علاقة والسيمنتيشن ملوش علاقة يبقى ملناش علاقة بيها. يبقى الإجابة الصح إيه؟ كويتشن نمبر 9 اللي بنشوفه كتير في الامتحانات بتاعت سنة أولى. أول ما بيقول لي هالايت عرفت إن الهالايت كيوبيك وعرفت إن الإجابة 3. ماشي. طب مستر محمد ادينا فكرة عن نمبر 1. نمبر 1 رومبويدال كريستال ودي كالسايت. نمبر 2 انا معترض على ده. هي كيوبك زي الهالايت بس كبيرة. دي الجالينة. نمبر 4 اوكتاهيدرال ما عندناش امثله عليها. تمام يبقى الاجابه 3. نروح لكويتشن نمبر 10. بقول لي ويتش روك اوف ذا فولوينج كولد ذا سلوست. انا عارف ان لما ريت اوف كولينج تقل هيدي تشانس للاليمنت او الايونز تعمل كولكشن اراوند ذا سنتر اوف كريستاليزيشن. هتديني فيو نمبر اوف كريستال لارج ان سايز كورس تكتشر. طب الرابد هتبقى جلاسي. طب الاقل منها شويه فاين. طب اللي بتشمل الاثنين البرفريتك. تمام يبقى الاجابه عندي كورس جرين تكتشر. كويتشن نمبر 11 ده اللي بيجي على طول في السنه والعام. بيقول لي انفستيجيت ذا فولوينج فيجر اند انسر ذا كويتشن. رايت ذا جيولوجيك هيستوري اوف ذا اريا. طالما عندي اريا وفيها سيدمنتري روكي يبقى اول حاجه عمليه الديبوزيشن بتاعت اللو سيريز. ترسيب اللو سيريز. ماشي. اي حاجة مش بادئة بكده تبقى مستبعدة. كلهم بادئين بالديبوزيشن اوف لور سيريز. طب بعد ما ترسبت ايه اللي حصل لها؟ حصل عملية فولدنج. يبقى ايه غلط وبي غلط وسي غلط. الصح دي. طب بعد الفولدنج حصل لها ابليفت وحصل اروجن للقمه بتاعتها وعملت لي انكونفورمتي سيرفس
لو حصلناه حول عليه انجولار. طب بعد كده حصل الديبوزيشن بتاع الابر لاير، وبعد اخر حاجه حصلت الفولتنج. انا عارف من تاني واحده ان الاجابه دي. طب الحاجات اللي بعدها اكدت بيها الاجابه. تمام يا حبايبي، نروح للسؤال اللي بعديه، نمبر 12. بقول لي is considered by most scientists، معظم العلماء، as an evidence of extraterrestrial impact to the earth at KT boundary، مقرر علينا في تي او سي في جيولوجيكال تايم سكيل. طيب الكي ديت هي ايه؟ والتي هي ايه؟ تي هي التيرشري. تمام، والكي كريتيشيوس، يعني دي الحدود بين الميزوزويك والسينوزويك. احنا عارفين ان في الفترة دي بالذات الكي تي باوندري كان في امباكت للميتورايتس، والدليل عليها وجود بعض الصخور غنية بالإريديوم، والإريديوم معروف إنه موجود في السيليشيال بادز. بيشبه سقوط الميتورايتز على إنه شاور، قطرات بتاعت الدش في الحمام. كيرنس أو بريدو تايت ملهاش علاقة، فيرست أبيرنس أوف ماملز ملهاش علاقة. تمام، كلنا عارفين ان الفيرست ابيرنس اوف ماملز ده بدايه الميزوزويك اللي هو الترياسيك. تمام، ذا بادز ميد اب اوف ذا سيم ماتيريال ويز ديفرنت دايمنشن هاف، عنده نفس الدايمنشن من ماتيريال مختلفه. The same resistance and resistivities، لها نفس المقاومة. The same resistivities but different resistance. دي الأقرب للصح. Same resistance and different resistivities. different resistance and resistivities، طالما لها نفس الأبعاد يبقى عندها the same resistivities. تمام، يبقى الإجابة نمبر B. ده اللي لسه هعيد لكم عليه في الـ electrical survey number 14. How is the surface area related to chemical weathering؟ المنطقة السطحية علاقتها بالchemical weathering. ماشي، أنا عارف إن الفرق بين الميكانيكال weathering والchemical weathering إن الاتنين breaking down of rocks، الميكانيكال without a change في الكيميكال والمينرال كومبوزيشن، الكيميكال ويزرنج ويز تشينج في المينرال كومبوزيشن والكيميكال كومبوزيشن بتاع المينرال. ماشي، الكيميكال ويزرنج بتزود السيرفاس اريا وبتسمح لمور انتر اكشن اوف روكس ويز بلانت اند انيمال،
ولا بتزود السيرفس اريا وallow for more interaction of rocks with water and oxygen. طبعا الوتر والاكسجين هتعمل اوكسيديشن، والووتر والكربون دايوكسيد هتعمل كربونايزيشن، ودول الاقرب للكيميكال ويزرنج، دول اللي هيعملوا تشينج في الكومبوزيشن بتاعها. ديكريز السيرفس اريا ما تنفعنيش، وديكريز السيرفس اريا ما تنفعنيش. لما بكسر، احنا فاكرين في تالتة اعدادي لما كنا بناخد السبيد بتاع الكيميكال رياكشن، كنا بنقول ان الفاين ماتيريال سرعة الرياكشن فيها بتبقى عالية لان زودنا السيرفس اريا. طب نيجي للكويتشن نمبر 15. ولادوا حبايبي عشان اجب نمبر 15، الكونتور انترفال كام؟ 20. طب عايز الفرق في الارتفاع بين اكس وزد. طب اكس انا شايف ان الكونتور انترفال عماله تزيد بين ال 300 واللي بعدها 320، يبقى دي 310. 310 ده ارتفاع مين؟ الاكس. طب انا شايف ان انا من 200 نازل ديبريشن، الزد عند كام؟ عند 180. 310 ناقص 180 تبقى كام؟ تلتمية وعشرة ناقص 180 يبقى انا عندي 20 عشان اوصل للميتين، وادي 10 30 يبقى 130. ماشي، انا اجابتي هنا مش مطابقة للي موجود، انتوا نظركوا اقوى مني، حط له قيمه للاكس وقيمه للزد، مع العلم ان الفرق بين كل اتنين كنتور هي 20 متر. انا عندي 200 ل 300 واضحه، يبقى انا بزيد، يبقى عندي دي هاي توبوجرافيك اريا، دي كده هاي توبوجرافيك اريا. طب الخط المقطع ده شريط سكه حديد له نفس الارتفاع. طب ده 200، ممكن يبقى ده 220، ممكن ده يتكرر 220، ممكن ده يبقى 200، ممكن ده يبقى 180، وهل عليه الزد بالظبط؟ حتى لو كان ده 220 ودي هاي توبوجرافيك اريا ودي 310، مش هتديني الاجابه اللي هي 190 متر. انا من وجهه نظر انا 310 ودي 180، يبقى الفرق 130 متر، يبقى الاجابه الاقرب للصح هي ب 140 متر. ماشي، طب لو جيت لي في الامتحان هتبقى اوضح من كده، وهتبقى الخريطه اكبر من كده، مع العلم ان التوبوجرافيك ماب مش معانا السنه دي. تمام، بس انا حبيت اوضحها لكم. واي ذا ايكويتور هوتر ذان ذا بول؟ ليه الاكويتور ادفى من البولز؟ كويتشن نمبر 16، بقول لي ليه الاكويتور ادفى من البولز؟ تعالوا نحط نقطة على الجيودسي بتاع الارث، على الانحناء بتاع سطح الارض، ونشوف مين اللي المسافة أكبر بينه وبين النقطة دي. هلاقي إن البول أبعد والإكويتور أقرب،
يبقى الريس هتاخد مسافة طويلة عشان توصل للبونز، عشان كده هلاقي درجة الحرارة عنده أقل. يبقى الإجابة بتاعت إيه؟ تمام. نمبر 17 دي اللي بنشوفها على طول كتير في الامتحانات. الله، نمبر 17 اللعبة اللي بتعجبني. أتمنى أولادي وحبايبي يفهموني. عشان أحل ديت وأطلع اليانجست هشفت دي لتحت عشان تبقى ديت مع ديت. تمام؟ وشفت دي لفوق عشان تبقى دهي مع دهي. وشفت ديت تبقى في مستوى ديت. من أعلاهم عشان تبقى الأحدث؟ يبقى هي البي في القطاع بتاع الاوت كروب 3. اوت كروب يعني مكشف. تمام. انا لو شفت دي جنب ديت هتلغي لي القطاع ده خالص، مش هيدخل في حساباتي. انا لو شفت ديت جنب ديت يبقى دول نفس العمر، دي احدث منهم، دي احدث خالص، هلغي دي. طب انا لو جبت ديت جنب ديت، طب اذا كانت دي اتلغت، طب دي اقدم منها تبقى اتلغت اكتر، يبقى جبت دي. كويتشن نمبر 18. كويتشن نمبر 18 بيقول لي which type of magma of lava tend to trap water vapor and other gases and can become explosive. احنا اتفقنا لما السيليكا بتزيد بتزيد الفيسكوزيتي، بيبقى قدرتها على الانفجار زي أنبوبة الكريم أو الكلام ده أكبر، ولكن الكمية اللي بتطلع بتبقى أقل ومعدل الانسياب بيبقى أقل. يبقى الإجابة الصح لافا ذات از ريتش ان سيليكا، عشان هي الهاي فيسكوزيتي اللي قدرتها على الانفجار أعلى. تمام. السؤال نمبر 19 بقول لي scientists use the term faulting، العلماء بيستخدمهم مصطلح الفوالق to refer to the formation of faults depending on the situation. المكان faulting can act as constructive or destructive force، قوة بناء أو قوة هدم. Which of the following best show how faulting can act as constructive force؟ هو بناء فين؟ Rock move side away، بيمشي اللي هو الاسترايك سليب فولت جنب بعض، ما تنفعش، مش هتعمل لي تركيب بنائي تديني لاند توبوغرافي فوق. روك موف ابورد زي الريفرس فولت ويكون لي الماونتين او الهورست، دي اقربهم للصح. فولتنج بريديوس ان ايرثكويكس ملهاش علاقه بالعمل البنائي، ده عمل هدم. روكس ار وورن، الروكس هتتقطع as they grind past each other along the fault، هتحدث عملية تكسير، مش هي برضو اللي هتعمل لي العمل البنائي. نمبر 20 اكتينيوم
226 has half-life 29 hours. بيتفتت نصه في 29 ساعة. لو أنا عندي 100 جرام من الأكتينيوم هتتفكك في مدة 58 ساعة، يعني عندي فترتين عمر نصف. How many magnesium of actinium 226 will remain؟ مين الباقي منه؟ المية في الفترة الأولانية هيتبقى منها 50، والخمسين في الفترة التانية أما يكسر نصها هتبقى منها 25. لها قانون؟ لا، أنا باخدها عدد فترات عمر النصف. الفترة الكلية على فترة عمر النصف يدينا عدد الفترات فترتين. طب المية بعد فترة هتبقى 50. طب الخمسين بعد الفترة التانية هتبقى 25. طب الـ25 بعد الفترة التالتة هتبقى 12.5. طب بعد الفترة الرابعة هتبقى 6.25. ومشيها بنفس الشكل كده. يبقى سؤال سهل وإجابته سهل. موجود علينا؟ في الجيولوجيكال تايم سكيل. لأن دي بحدد بيها الإيش. كويتشن نمبر 21. كويتشن نمبر 21 بيكلمني عن السيزميك سيرفي او بيكلمني عن الارثكويك سويفز، مشروحه في الاثنين. ماشي، من غير ما اقرا السؤال، البرايمري جزء من البادي، ما ينفعش اجابتين اتنين لانه ما ادانيش خيارين الاجابه كذا وكذا. السكندري جزء من البادي ويف، ما ينفعوش الاتنين، يبقى الاجابه هي السيرفس ويف. اللي ياكد لي الاجابه تاني انها اثرت في الايه، في الجراوند، في السيرفس تحت الووتر، يبقى موجات سطحيه، يبقى السيرفس ويف. تمام. question number 22، هستخدم السكتش ماب اللي قدامي ديت below which shows the outcrops of geological structure، مظهر للجيولوجيكال استراكشر، to answer the question the youngest bed in the تمام. ابص للكي يا جماعه لو سمحت. الخط ده هو فولت. الابيض ترياسيك اهو. طب الشرط جوراسيك اهو. طب ده كريتيشيوس، يبقى عندي هنا اليونجست هو اللي فوق هنا، وانا نازل تحت كده بيبقى اقدم. تمام. والترشري تحت خالص اهو. بيقول لي اليونجست بيد ان ذا سنتر اوف ابر سيرفس اوف ذا ماب، فالسنتر هنا. هو مين اللي في السنتر؟ الترياسيك، والتانيين اقدم منه، يبقى دي الاجابه الصح. The lower surface of the bed on the map، اللي تحت انا جاوبت غلط. ليه؟ انا عندي اليونجست التيرشري فوق لانه تبع السينوزويك، والاولدست اللي هو تحت اللي هو الترياسيك. يبقى اللي في النص دي يا جماعه، معلش انا تهت، الترياسيك دي هي الاولدست،
ماشي. اللي بعدها أحدث منه شوية الجوراسيك، كريتيشيس أحدث، التيرشري أحدث خالص، وبيسألنا عن الأحدث يبقى هي اللي موجودة تحت بتاعت مين؟ بتاعت التيرشري، لأن التيرشري دي البريود اللي هي في السينوزويك. تمام. عشان بس يبقى الفيديو قصير هنكتفي بديت، لأن أنا كمان قربت أتعب. أريح شوية وبعدين أكمل لكم الفيديو التاني. شكرا، أتمنى أكون أفدتكم.